طلبة الصف السادس ابتدائي النهارده هناخد مراجعة النحو على دروس احنا أخذناها زي أنواع الخبر وكان وأخواته. طب هناخد النهارده بتاعتنا العلم أثره عظيمة، لذلك يحرص المسؤولون على رعاية المتعلمين رغبة في خلق جيل يساير الحياة العصرية مسايرة صحيحة. فالعلم يفيد المجتمع وسيظل العلم وسيلة للرقي. بداية كده ولادنا لما يجي لي قطعة نحو لازم ان انا اقراها كويس جدا وافهمها كويس قوي علشان بيكون فيها نسبة كبيرة جدا من الحل بتاعي المعتمد على فهم الخطأ. لما يجي يقول لي دلوقتي كده انا بطلب منك حاجة اول ما يجي لك القطعة ان عند كل فصلة او عند كل نقطة بعمل علامة بحيث ان انا بقسم القطعة الكبيرة ديت عندي الى جمل صغيرة. يعني مثلا عندي ان هو فصلة وممكن اعمل كده هو بحيث ان انا اقسم يبقى قلت ديت جملة وديت بداية جملة جديدة. طيب لما اقوم بعدها هلاقي هنا برضه النقطة ديت يبقى ديت برضه الجملة الجديدة وهنا هو برضه هلاقي الجملة ايه؟ جديد. يبقى انا بدايه كده قسمت القطعه بتاعتي الكبيره الى جمل صغيره عشان اعرف اشتغل عليها. طيب السؤال الاولاني اعرف ما تحته خط. انا بص ان هو العلم اثاره عظيمه. لما انا ابص على كلمه اثاره عظيمه ديت اثاره ديت هل ابص على بدايه الجمله هلاقي انها جمله اسميه. تمام الجمله الاسميه يبقى بتتكون من مبتدا يبقى العلم دوت هلاقيه عندي مبتدا عشان اسم في اول الجمله. طب كلمة آثار دي تعرف إيه؟ تعرف خبر؟ طب أبص كده العلم آثاره، فهمت حاجة؟ لا ما فهمتش حاجة، إذا الخبر عندي هو مش كلمة إيه؟ آثاره، طب الخبر هو كلمة إيه؟ بالظبط كده كلمة آثاره إيه؟ عظيمة أو الخبر جملة إيه؟ اسمية. طب الخبر الجملة الاسمية كنا بنعرف بقى الكلمة الأولانية ديت في إيه؟ دوت مبتدأ إيه؟ ثاني، يبقى كلمة آثاره ديت دي تعرف مبتدأ ثاني مرفوع بالايه؟ بالضمه. طيب الهاء الضمير ديت بتعرف ايه بقى؟ ان الضمير اللي بيكون مدلول في اسم دوت بيعرف ضمير مبني في محل ضرب مضاف اليه. طيب يبقى تاني العلم اثاره عظيمه، كلمه اثاره عظيمه ديت فيها الخبر كلها على بعض، ونوع الخبر ان هو الخبر جمله اسميه عشان فيها ضمير بتعود على المبتدا، يبقى كلمه اثاره ديت مبتدا ثابت. الكلمه الثانيه لذلك يحرص المسؤولون على رعاية المتعلمين رغبة في خلق جيل يساير الحياة العصرية. طب كلمة المسؤولون أبص قدامها كده وقت إيه كلمة إيه؟ لذلك يحرص. يحرص دوت فعل. أسأل نفسي على طول الجملة الفعلية بتتكون إيه؟ فعل وفاعل ومفعول. طيب وإلى آخره. طيب الفعل هنا هو عندي كلمة إيه؟ يحرص. مين اللي يحرص؟ المسؤولون. غلط. طيب يبقى المسؤولين دول يعرف إيه؟ اللي قام بعمل الفعل يعرف فاعل والفاعل على طول مرفوع. ابص على كلمه المسؤولون عندي ان هو الاله كان فيها في الوضع المنت جمع مذكر سالم، يبقى فاعل مرفوع بالايه؟ بالظبط كده بالواو، لانه جمع مذكر ايه؟ سالم، لانه جمع مذكر سالم. طيب الكلمه اللي بعديها يحرص المسؤولون على رعايه المتعلمين. لما اجي ابص على كلمه المتعلمين ديت على رعاية المتعلمين، كلمة رعاية ديت يا ولاد ده اسم، صح كده؟ مظبوط، ده اسم، واسم نكرة عشان ما فيهوش ألف ولام التعريف فأقول دوت اسم إيه؟ نكرة. طيب، كلمة المتعلمين دوت ده اسم برضه، تمام، ولكن اسم إيه؟ معرفة عشان فيه ألف وإيه؟ ولام، معرف بألف. طيب، الكلمتين لهم علاقة ببعض؟ أكيد، رعاية المتعلمين. طيب أخذنا الشكل دوت في إيه؟ اسم نكرة واسم معرفة والكلمتين لهم علاقة ببعض، يبقى الكلمة الثانية ديت اللي هي المعرفة بقى ديت مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، وهنا هو كلمة المتعلمين آخرها ياء ونون، ده جمع مذكر سالم يبقى مجرور بالإيه؟ بالياء. جميل. رغبة في خلق جيل يساير الحياة العصرية مسايرة صحيحة. طيب عايز اعرف كلمة الحياة. طب لما ارجع كده الكلمة اللي قبليها الاقي كلمة ايه؟ يساير. طيب اسأل نفسي كده هو رغبة في خلق جيل يساير الحياة العصرية. طب كلمة الحياة بقى لها تعرف ايه؟ مين اللي يساير؟ الجيل. هيسير ايه؟ هيسير الحياة. يبقى الحياة هنا تعرف ايه؟ مفعول به جملة فعلية. يساير. مين اللي يساير؟
الجيل هيسلم ايه؟ الحياه، يبقى الحياه عباره مفعول به منصوب بالفتحه، عشان طبعا الحياه مفعول. اخر حاجه عندي، فالعلم يفيد المجتمع وسيظل العلم وسيله للرقي. انا ابص على كلمه العلم ديت وابص على الكلمه اللي قبلها، لازم ابص على بدايه الجمله بقيت كلمه سيظل. انا خدت فين كلمه سيظل ديت؟ دي من اخوات كان، مظبوط، اللي هي كان واصبح وامسى وظل. ظل موجوده اهي، بس طبعا هو اديها بصيغه المضارع مثلا سيظل او المستقبل يعني بغير شكلها. يبقى العلم دوت ايه؟ اسم ظل، وكان اخواتها بتطبع المبتدا، يبقى اسم ظل مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضم. تمام كده؟ دلوقتي هنخش بقى على الجزء الثاني اللي هو الاستقرار. خبر جمله اسميه لما يجي يقول لي طلع لي خبر جمله اسميه، خبر جمله فعليه، خبر مفرد، اي نوع من انواع الخبر، لازم اروح احط دايره على كل مبتدا عندي. مش هعرف اطلع اي نوع من انواع الخبر غير لما اعرف كل المبتدا الاول. طب المبتدا عندي فين؟ المبتدا عندي في الجمله الاولى ده اهو، اللي هو كلمه الايه؟ العلم. جميل. طب فين المبتدا اللي هو؟ لا مفيش مبتدا، الجمله الفعليه. جميل. طب فين اللي هو الجمله الثانيه؟ اهي فالعلم ده برضه مبتدا، اسم ده في اول الجمله. طيب فين هو مبتدا؟ لا مفيش مبتدا، هنا هو ده كلمه ظل. طيب يبقى انا عندي هنا هو مبتدا كلمه العلم، ومبتدا ثاني اللي هو كلمه برضه العلم. طيب ده خبر جمله اسميه. الجمله الاسميه اللي احنا قلنا بيكون فيها حاء ضمير بتعود على المبتدا، وما ينفعش الجمله الاسميه لازم تكون مكونه من كلمتين. طيب يبقى خبر الجمله الاسميه هو عندي كلمه اثاره وايه؟ عظم. طيب الخبر الجمله الفعليه لما اروح هنا هو في هنا هو خبر الجمله الفعليه، لا مش خبر الجمله الفعليه، انما خبر اللي هو مش مكون عندي من فعل. طب ابص على المبتدا الثاني اللي هو كلمه العلم، تمام، فين الخبر بتاعه؟ كلمه يفيد. يفيد ده هو الخبر، ويفيد دوت فعل، اذا الخبر ان هو الخبر جمله ايه؟ فعل. طيب خبر لفعل ناسخ. اذا الاول لازم اروح احدد الايه؟ الفعل الناسخ. مظبوط. مين الفعل الناسخ اللي عندي؟ الفعل الناسخ اللي هو كان او فعل اخواتها، اللي هو كلمه ايه؟ ظل. تمام، ده انا حددته. طب فين الاسم بتاعه؟ خلاص انا لسه عارفه اللي هو كلمه العلم. طيب الخبر بتاعه هو كلمه ايه؟ وسيله. سيظل العلم وسيله، يبقى وسيله دي فيها ايه؟ فيها الخبر. طب نعرفها ايه؟ ها دوت خبر ايه؟ اقول دوت خبر صلى، وصلى واحدى اخواتها او كان واحدى اخواتها بتطبع مبتدا وتنصب الخبر، يبقى خبر صلى منصوب بالايه؟ بالفتحه. مفعول مطلق وبين نوع. المفعول المطلق هو مشتق من لفظ الفعل، يعني من داخل من لفظ الفعل، يعني هلاقي فعل وكلمه بعديها شبهه. طيب العلم اثاره عظيمه، لذلك يحرص المسؤولون على دعايه المتعلمين رغبه في خلق جيل يساير الحياه العصريه مسايره. يساير مسايره، يساير دوت فعل. فين الكلمه اللي شبهه كلمه ايه؟ مسايره. يبقى هو دوت المفعول المطلق هو كلمه ايه؟ مسايره. بين النوع، انا عندي النوع بتاعه حاجتين، يا اما مبين النوع يا اما مؤكد الفعل. لو جاي وراه كلمه يبقى دوت ايه؟ مبين للنوع، بيبين لي نوعه ايه؟ طب لو مش جاي وراه كلمه يبقى دوت مؤكد للفعل، جاي يؤكد الفعل. طب تعالى نرى الجمله، يسير الحياه العصريه مسايره صحيحه. مش جاي وراه كلمه يبقى دوت نوعه ايه؟ مبين للنوع. طب المفعول اللي قبله دوت هو اجابه عن سؤال بلماذا؟ وفي كلمات برضه مشهورة ومعروفة للمفعول ده أبدا، لما أجي أبص عليه دوت، لذلك يحرص المسؤولون على رعاية المتعلمين رهبة. لماذا يحرص المسؤولون رهبة؟ يبقى رهبة دوت هو المفعول لإيه؟ لأبدا. المفعول اللي قبله طبعا أعرفه المفعول اللي قبله منصوب لإيه؟ بالفتحة. دلوقتي برضه هناخد بقى الجزء الثاني اللي هو أكمل بما هو مطلوب. الرياضة النقط، عايز خبر جملة اسمية. أنا قلت من شوية إن الخبر الجملة الاسمية مكون من كلمتين، والكلمة الأولى فيها هاء ضمير عائد على المبتدأ. طيب لما أجي أقول الرياضة، عايز كلمة فيها هاء ضمير وكلمة بعديها. طيب إيه هي بقى؟ الرياضة. ماشي، فوائدها عظيمة. برافو، تمام.
يبقى الهاء هي اسمها هاء الضمير عايده على الايه؟ على المبتدا اللي هو ايه؟ الرياضه. الرياضه نقط خبر جمله فعليه، انا قلت خبر جمله فعليه بيكون عباره عن ايه؟ فعل مظبوط. يبقى الرياضه اقول مثلا تقوي الجسم، دوت فعل هو كلمه تقوي دوت فعل، الخبر اللي هو الخبر جمله ايه؟ فعل. اختر الاجابه الصحيحه الملقي لله، بين نوع الخبر. طب هبين نوع الخبر ازاي؟ لازم دلوقتي نطلع حدد المبتدا، فين المبتدا عندي؟ هو كلمه الملك والاسم الاول الجمله، طب الخبر فين؟ هو كلمه ايه؟ لله. اعرف كلمه لله، هلاقي ان اللام دي حرف ضرب ولا دوت اسم ايه؟ مجرور، يبقى دوت اسم ايه؟ مجرور، يبقى نوع الخبر هنا هو ايه؟ شبه جمله. الشبه جمله دوت عباره عن حاجتين، يا اما ظرف او ضرب وايه؟ ومجرور. انا عندي هنا ضرب ومجرور يبقى شبه ايه؟ جمله. طيب كان العاملان نقط نشيطان ولا نشيطون ولا نشيطين. طب ابص ان هو كان ديت احنا قلنا ايه؟ ان هي فعل ناسخ بيعمل ايه؟ بيرفع المبتدا وبيسميه اسم وبينصب الايه؟ الخبر، يعني دوت المكان نقط دوت خبر كان ماله؟ منصوب. طيب منصوب، ابص على الكلمه نشيطان، لا دي هنا واقفه مرفوعه. طب نشيطون، لا دي جمع اصلا وديت اصلا مسلم مش هينفع وكمان مرفوعه كمان، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى ايه؟ نشيطين من اثنين ومنصوب اللي هو بالايه؟ بالياء. ادخل على الجمله دي الثانيه او احدى اخواتها، التلاميذ المهذبون معدومون. برضه لما يجي يقول لي ادخل كان واحدى اخواتها، لازم احدد اولا المبتدا واحدد برضه الخبر. المبتدا عندي وقيمه من ايه؟ التلاميذ. فين الخبر؟ الخبر فين؟ الخبر هو كلمه محبوبون، ما ينفعش اقول المهذبون دي الخبر، لان دي لم تخبر عن المبتدا او لم تفيد الجمله، فلما اقول التلاميذ المهذبون ما فهمتش حاجه، انما ممكن اقول التلاميذ محبوبون فهمت، يبقى دوت هو الايه؟ الخبر. اذا هما الاثنين دول اللي هشتغل عليهم، هما دول اللي هيحصل فيهم التغيير. طيب لما دخل هنا واحد اخواتها ممكن اقول مثلا ظل ماشي، التلاميذ تفضل زي ما هي طبعا عشان دوت مرفوع بترفع المبتدا ويسمى اسمها، يبقى ظل دوت اسم ايه؟ تلاميذ اسم ايه؟ ظل. والمهذبون هتفضل زي ما هي ماليش دعوه بيها، اذا التغيير هيبقى عندي في في الخبر بتاع كلمه ظل. هنا هو دي مرفوعه، اذا هنخش جوه تبقى ايه؟ منصوبه، يبقى محبوبين. ظل التلاميذ المهذبون محبوبين عشان دوت هيبقى ايه بقى؟ خبر ظل منصوب. بكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده فتحة النحو، ارجو من الله ان نكون وفقت في تقديم هذا الشرح، وشكرا.